بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ارحب بكم وبحضراتكم من جديد، وفي انطلاقة شوط جديد ضمن هذا المهرجان. أعلنت الانطلاقة للأبكار وشوطهن السادس ينطلق في هذه اللحظات. يندفع متابعينا الكرام، ترحيبنا بكل الشعارات الحاضرة والمتواجدة، شواهين مع الصدارة. من يقدم شواهين؟ عبيد بن بخيت بن سهيل العامري يحتل الصدارة، يقدم لنا شعار. بينما القادمة والحاضرة أتابع القادمة الأندلس، عبد الله بن أحمد بن علي بن خلفان الاكتبي، والقادمة أتابع المركز الثالث الفايضة أم عيوف بن سعيد بن عويص الدرعي هو القادم. بينما القدوم والحضور أتابع الشعارات القادمة، أحضرت مع المركز الرابع ووصلت الأندلس عبد الله بن أحمد بن علي بن خلفان الاكتبي، يقدم شعاره. المركز الخامس أتابع سمحة علي بن محمد بن مكتوم الجنبي، قادم بكل قوة، ولكن لنعود إلى الصدارة إلى الفايضة أم عيوب بن سعيد بن عويص الدرعي، ولكن انطلق إلى مقدمة الشوط إلى شواهين. عبيد بن بخيت بن سهيل العامري صاحبة الإنجازات والبطولات تتقدم مع المركز الأول مع الصدارة في هذه اللحظات. عبيد بن بخيت بن سهيل العامري، بينما القادمة والحاضرة أتابع الفايضة أم عيوب بن سعيد بن عويص الدرعي هو القادم. والحضور والقدوم أحضرت في هذه اللحظات سمحة علي بن محمد بن مكتوم الجنبي، يقدم لنا شعاره. القدوم من الشعارات والأسماء، أحضرت ووصلت حدث خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري قادما بشعاره، والقدوم أيضا أتابع القادمة والحاضرة. وصلت غلا منصور بن هادي بن بيحان المنهالي هو القادم، ولكن يا هيم المعركة العودة إلى الصدارة إلى شواهين. شواهين وعبيد بن بخيت بن سهيل العامري يقدم لنا شعاره. غلا قادمة بكل قوة، منصور بن هادي بن بيحان المنهالي وجلمودة محمد بن سعيد بن سالم الخيلي. الخيلي غادر، الخيلي غادر، والقادمة أتابع القدوم من خصام عبد الله بن سيف بن محمد العميمي. ما بين العميمي ما بين الخيلي، ولكن الخيلي العميمي العميمي مع خصام، مع خصام. لا للخصام يا مالك خصام، يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. ياهي من أمتار، ياهي من أمتار، مجنونة حرجة، ولكن خصام، خصام، خصام مع الفوز والناموس. خصام وانت الخصام يا مالك خصام، إلى سويحان هذا الفوز والانتصار. الله خصام عبد الله بن سيف بن محمد العميمي، سلام وتحية واحترام على هذا الفوز والانتصار الكبير. المركز الثاني جلمودة محمد بن سعيد بن سالم الخيل، المركز الثالث. وصلت مع المركز الثالث أسباب علي بن سالم بن حميد العويسي، والمركز الرابع. وصلت مع المركز الرابع متابعنا الكرام،
شواهين طهميمة بن مطر بن عنودة العامري والمركز الخامس، أوصلت مع المركز الخامس متابعينا الكرام الهدى سلطان بن سيف بن سهيل الدرع. إذا تهانينا والناموس لمالك خصام هذا الفوز والانتصار الكبير. التوقيت الزمني ولحظة وصول خصام عبد الله بن سيف بن محمد العميمي، هكذا تشاهدون خصام مع الفوز والانتصار الكبير والمميز في هذا المهرجان الغالي. 4 دقائق 33 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني كانت مع المركز الثاني متابعنا الكرام جلمودة محمد بن سعيد بن سالم الخيلي، توقيت الزمني 4 دقائق 34 ثانية، بالوفاء والتمام. المركز الثالث، المركز الثالث أسباب علي بن سالم بن حميد العويسي، توقيت والزمن ولحظة وصولها 4 دقائق 34 ثانية، 6 أجزاء من الثواني. والمركز الرابع، أوصلت مع المركز الرابع، أوصلت متابعينا الكرام شواهين طهميمة بن مطر بن عنودة العامري، توقيت والزمن 4 دقائق 34 ثانية، 9 أجزاء من الثواني. والمركز الخامس، أوصلت مع المركز الخامس متابعنا الكرام الهدى سلطان بن سيف بن سهيل الدرعي، توقيته الزمني 4 دقائق 36 ثانية أو 35 ثانية، 7 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس للجميع. دار الكرام وأهل العطايا وضيف الكريم